ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء أهل الكتاب أو ظلمهم، فقال: ألا من ظلم معاهدا، والمعاهد هو الكتاب من اليهود والمسيحيين، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا خصمه يوم القيامة. وقال في حديث آخر: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يشم رائحة الجنة، وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 40 عاما. وأنا أعجب من هؤلاء الذين لا يأكلون طعام أهل الكتاب وهم يقرؤون صباح مساء قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ومن حق المسلم أن يطمئن في مسألة اللحم إلى أن اللحم الذي سيأكله أو الذي يقدم له يطمئن أنه كان مذبوحا ليأكله أو ليس بطريقة أخرى غير الذبح المعتاد. وأيضا أنا أعجب من الذين يحرمون تهنئة المسيحيين في أعيادهم وهم يقرؤون صباح مساء قوله تعالى في نفس الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي أحل الله للمسلمين الزواج من المحصنات من أهل الكتاب. فهل يعقل أن يحل الله للمسلم أن يتخذ زوجة مسيحية يبادلها المودة والرحمة ثم يحرم عليه أن يهنئها بعيدها يوم العيد؟ وقد تقولون هذا الذي تقوله يتعلق بمعاملة أهل الكتاب، فماذا عن معاملة